بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Slide Notes كالعادة نعم ناخد بالتسلسل، اتكلمنا عن التايم لاين، ذن بعدين اتكلمنا عن الستيتس، رجعنا حديثا نتكلم عن النوتس. النوتس ده عبارة عن مجموعة من الملاحظات اللي بتتحط على كونتنت معين، تمام؟ على السلايد اللي انت واقف عليها بتحط مجموعة من النوتس، الغرض منها ان انت ممكن تكون هنت تلميحي، ممكن يكون مجموعة من الحاجات نوتس بمثابة الاستخدام الوظيفي لها، ان انت لو انت كنت محتاج تديله شوية ملاحظات معينة، تمام؟ طيب في الـ ايه القصة بتاعت نوتس؟ ايه لازمتها طيب الكلام ده؟ الكلام ده يا جماعة بيظهر في الريفيو، لو انت كنت عايز يظهر من ضمن الكونتنت بتاع البرمجية بتاعك بتقول لي لا مش بيظهر. طيب يعني ايه؟ طب انا عملت بريفيو لذيس سلايد وانا كاتب كلام في النوتس بتاعي، كاتب الوحده الاولى بس انا ما فيش حاجه ظاهره معايا، المحتوى كله شغال بس انا ما عنديش حاجه ظاهره معايا. اقول لك علشان تبتدي تظهر النوتس ديت تخليني اوديني على قائمه هوم وظهر لي واضغط لي على البلاير. طبعا نتكلم عن البلاير والبلاير سيتنجز ان شاء الله، وصلنا الكلام من شويه. فالبلاير تاب لو انت حاولت تنزل شويه صغيرين كده عشان تبتدي تظهر النوتس وتحط عليها علامه صح، فهتلاقي هو عامل لك بار صغير للنوتس ده، تبتدي تظهر في النوتس بتاعت كل سلايد معينه انت واقف عليها. يعني انا واقف على سلايد واحده وحاطط فيها كونتنت معين، هلاقي ان انا عندي كده اتنين بار وبار خاص بالنوتس. لو انا رحت النوتس هلاقي النوتس اللي انا كنت كاتبها هي خاصه بالسلايد ديت، لو كان في سلايد تانيه تحت منها وكان مكتوب فيها نوتس معينه ابتدي تظهر لي بالشكل ده ايا كان عدد او طول الكلمات بتاعتها. دي فايده النوتس يا جماعه، فده عباره عن نص بيظهر في حاله ان انت بتكون موقف ال او موقف السلايد وكاتب عليه نوتس بشكل معين تظهر هنا. ده انت ممكن تستخدمها بشكل وظيفي بما يخدم المشروع، بما يخدم البرمجيه بتاعتك، لو انت كنت محتاج تديله شويه ملاحظات عن السلايد اللي هو موجود فيها. طبعا الامر بيرجع لك، بدل ما تستخدم مثلا نفس المساعده او دعم لكل سلايد انت ممكن تكتب له النوتس اللي هو محتاجها في السلايد دي بس. طبعا انت تحاول تكون جاي له في بدايه البرمجيه ان انت هتمشي بالشكل الفلاني او بالطريقه ديت في البرمجيه بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.